إرضاء الناس هو غاية كتير صعبة لدرجة أنها غاية لا تدرك. هيدا المثل بترجع قصته لقصة جحا. جحا مشهور هو وحكاياته والحمار. فرح نشوف بالصورة القصة كيف مشيت على مر الزمن. أول شيء كان جحا قرر هو ومرته يغادروا القرية وينزلوا على المدينة، فبيركبوا على حمار وبينزلوا. ببلشوا يسمعوا هالعالم عم توشوش، عم تحكي عليهم، عم بتسمعهم، يا بلا قلب معقول انتو اتنيناتكم راكبين على حمار؟ الله يساعده، كيف بده يحملكم؟ انزعجوا بنص الطريق من هالحكي، حكي الناس عطول. وقال لها يا مرة هتا انزل عن الحمار، حجبنا بقى نسمع حكي. بيزعج حكي العالم بالنهاية لو قد ما يكون. فبيركب الرجال على الحمار وبتصير مرته مرافقته ماشية حده لنخفف من حكي العالم. ببلشوا العالم شو هالرجال القاسي، ولو يعيب الشوم عليه تارك مرته، المرة بالعكس منكرمها، هي ولازم شو هالجنتلمان هيدا يعني، ولو تارك مرته تمشي وحدة. فبعد فترة قالت له يا عمي خلص ما ترد عليه، قال لها مش قادر يعني مزعوج من الحكي، شو عم بهنوا لي اياك وانه انا ما عم ساعدك. قال لها خلص انا رح انزل، طلعي انت احسن. بتطلع المرة على الحمار وبصير زوجها ماشي حده مثل ما بدهم هالعالم، فكروا انه خي مش الحال رضيناهم. ببلشوا كمان على الطريق العالم يحكوا انه يعني معقول هيدا مرته سيئته، هي سيئه الحمار وهو ماشي وراها، ما له كلمه، ما له راي، ما بيعرف يحكي. خلصين انزعجوا من الحكي، يعني شو بدنا نعمل تنرضي العالم؟ ومتى ننزل اثنيناتنا؟ صاروا هلا ماشيين جحا ومرته والحمار ماشي حدهم. رجعوا بلشوا العالم يعني معقول هيدا الله عطيهم حمار تا يمشوا عليه، قاعدين يمشوا هن والحمار بس جايبينه يعني طيعتوه اكل ويمشوا حدهم على الطريق، انه معقول براسهم؟ شو هالغباء هيدا، الله ناعم عليهم بحمار وهن رايحين ماشي على اجريهم. اخر شيء احتاروا يعني جحا ومرته انه شو بدنا نعمل، جربوا كل الاحتمالات، كل الاوبسيون موجودين انه شو ما عملنا ما بنقدر نرضي العالم. فهيدا المثل يستعمل لما حيلا شخص بده يعمل شيء بحياته، ياخذ قرار بحياته وهو مقتنع فيه، ما يعمل الا يرضي ضميره ويرضي ربه، لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك. مزبوط شنال، يعني واحد ما يقعد يفكر ويعتل هم فلان زعل او بركي مدري شو قاله، لانه شو ما عمل. وهيدا المثل خير دليل على ذلك، وهالصوره اللي فصلت هالمثل.